مزرعة فاكهة الفصول. ها هي مزرعة تتهادى في حلتها الربيعية الخضراء، وتفتح أفقا رحبا لأبنائها الذين يعودون إليها كلما اشتدت بهم وطأة الشوق. تبدو عروسا ترقص مزهوة في كل الفصول، حيث يحلو لزوارها التمتع بمناخها ورونق موقعها الفريد على أعلى قمة جبلية من سلسلة جبال مطماطة. خالها ملاكا يتقن رقصة الطيور الجبلية، الأميرة التي تتزين بمنسوجاتها الصوفية المطرزة برموز أمازيغية غامضة بين تنيت والتمائم والمريرة وغيرها. أعراس الغيمات تستعد للزغريد ودق الطبول الفرح كل صباح، تعيد لنا صدى تلك الجبال والغابات الخجولة المنزوية بين تضاريسها وهضابها. دهشة الطبيعة الجبلية هي ترنم الماضي ومواويل الحاضر، يلتقيان عند نقطة واحدة تلقب بعروس الجبال تمازرت. هكذا تبدو ساحرة بريئة، صبية عذراء تزهو بطبيعتها المتلة على عيون الأهالي بلون أحلامهم القليلة، بدهشة ما تعتريها وجوههم الطيبة وهم يزفون على هودج الغبطة في أسطورة ترويها كل الزوايا وكل الطرقات الشاسعة النظيفة. وحين تصغي جيدا سيتهادى لك صوتا طروبا من تلك السماء العالية زرقة نهارا وليلا مرصعة بالنجوم، كأنها ليالي تلمع هنا وهناك تضفي سحرا على البلدة. وأنت متجها إلى رأس البلاد كما يقول الأهالي، يعترضك في زقاق من أزقتها الجميلة المتحف البربري للسيد منجي بوراس. حفاوة الرجل المثقف تنسي كما أتيت تفعله هناك، أسلوبه في شرح كل الرموز المطرزة على المنسوجات الصوفية وعلى الخواب الضخمة التي تملأ بعض كهوف المتحف. اللوحات الصغيرة المعلقة على الحائط رسم على زجاج ذو الألوان الترابية والأرجوانية الجذابة، أساطير من عمق التراث كعمر الغول أو الجازية الهلالية وغيرها. هناك عند الغروب تتربع المقهى البيضاء مقهى بن جمعة فوق قمة الجبل، تقبل أفواه السحاب وتغني للعصافير البنية التي تشبه لون الجبل والتراب وتشبه لون البشرة التي لوحتها أشعة الشمس. مقهى بن جمعة تحاذيه صومعة المسجد الكبير لصاحبته الآنسة الخلوقة كوثر بن جمعة التي جددت المقهى وأضافت له الكثير من اللمسات الفنية. بينما تناجي قباب المقهى ونوافذها الملونة الجميلة برج دار عياد في الطرف الآخر من تمازرت. دار عياد لصاحبه الدكتور علي بن ممو
هذا الشخص الأصيل المبتسم دائما، وكأن ابتسامته بلسما آخر يضاف إلى بقية الأشياء الجميلة التي شيدها ولمسها وحافظ عليها بلطف ورقة متناهية. درع يد، أو كما يحلو لي تسميته البرج العالي، مشروع سياحي ضخم لم يكن هدفه الأساسي جني المال، ولكن هو الحب للأصالة، للتاريخ، للوفاء، للجبل، للنقاء، للكون، للاتساع. عياد هو والد الدكتور علي بن ممو الذي أراد تخليد اسمه، فكانت وما زالت أجمل أغنية وفاء يرددها الجميع. في كل زوايا لمسة جمال، وفي كل ركن ما يدل على أن أصحاب البيت لهم نظرة فنية عميقة وثاقبة. وهذا ليس بغريب عن هاجر فريني زوجة الدكتور علي بن ممو، فنانة تشكيلية تدرك قيمة الأشياء وسحر الألوان التي تجدها في كل غرفة من الفندق، في كل ركن صغير أم كبير، سيمفونية تعزف لحنا خالدا. مطعم يما إضافة جيدة للمكان السياحي، يحمل المطعم طابعا أمازيغيا بحتا وبديكورات جميلة ولوحات نادرة لكبار الفنانين، بينما طاقم المطعم من الذين لا يتركون كبيرة أو صغيرة ليشعر الضيف بقيمة المأكولات الأمازيغية التي تحمل نكهة المطاعم القديمة. خدمة راقية بوجوه مبتسمة تنمو على حسن أخلاق أهل الجنوب. ما زال في تمزرة من يعشقها ويربط على جدائلها الذهبية الممتدة فوق الجبال وعبر الأودية والرواسي والهضاب، جاعلا من عشقه صلاة، ومن هيامه قصيدة، ومن غرامه لها أنشودة تغنيها الزياتين وتراقصها الباسقات الشامخات في الحقول. لا شيء يضاهي الجمال الطبيعي الساحر سوى تلك الزيتين الصامدة بعزة وكرامة، تنشد قطرة مطر كلما حل فصل الشتاء، والباسقات كرامة عالية تشبه كرامة الإنسان وحياته الوعرة في طبيعة قاسية رغم جمالها النادر. نعم، لا شيء أرقى من عصافير صغيرة تتقافز هنا وهناك بينما فراشة بيضاء تطير إلى الأفق البعيد، غير عابئة بشرودنا وغربتنا في المدن المالحة.